آخر دورة في عمر هذه الولاية من غرفة الصناعة التقليدية لجهة رباط سلا القنيطرة، السي مصطفى الجواري نائب رئيس الغرفة، كيف تقيمون أداءها وحصيلتها؟ السلام عليكم، معكم الجواري مصطفى من داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة رباط سلا القنيطرة. احنا اليوم موجودين في تقريبا آخر دورة في عمر هذه الولاية هذه، من بعد واحد الحصيلة اللي دامت أكثر من 5 سنوات. بالتالي اليوم كان النقاش جد حاد، كنا اليوم حاولنا أننا نديروا الخلاصة على العمل ديالنا من خلال توجيه كلمة بنبرة حادة إلى جميع الشركاء ديالنا في القطاع باش يوصلوا للمعاناة اللي تعيشوها الصناع التقليديين في ظروف ديال جائحة كورونا. بالتالي الكلمة ديالي أنا تمركزت حول المحلات ديال القطاع الصناعة التقليدية، الحرفيين، البساطة والمتاجر اللي تم الإقفال المحلات ديالهم وعدم تعويض ديالهم، وهذا القطاع اللي في الحقيقة دائما تيكون هو الضحية ديال أي مصيبة، كانت يعني جائحة طبيعية أو غير طبيعية، فالقطاع ديالنا هو اللي تيكون المتضرر رقم واحد. بالتالي عندنا واحد المجموعة ديال الحرفيين اللي الآن هما في المحاكم، ترتبت عليهم مجموعة من المصاريف من الفترة ديال الإغلاق التام اللي كانت في المغرب. هاد الناس هادو بغينا الغرفة أنها تحاول ما أمكن أننا نكونوا كطرف مدافع عليهم باش يمكن يرجعوا للمحلات ديالهم وما يتمش الإغلاق ديال باب الرزق ديالهم. لذلك حاولنا نوجهوا هذه الكلمة هذه يعني بالحذافير ديالها، وحاولنا أننا نناقشوا جميع الدعم كذلك ديال الحرفيين المرتقب، كريدي ديال الحرفيين، وتنحاولوا ما أمكن أن هذه الغرفة يتبدل النمط ديالها كيف سبق لي قلت شحال من مره، على اساس انها تصبح غرفه تتقرر وليست غرفه استشاريه، لان الضعف ديال المؤسسه هي انها غرفه استشاريه. اذا تنطالبوا دائما بان القانون يتبدل. كما الان جاء مقترح من طرف السيد وزير الداخليه حول تمثيليه النساء داخل غرف الصناعه التقليديه، تنتمناو ان يكون مقترح من طرف الوزيره ديالنا حول تعديل قانون ديال غرف الصناعه التقليديه باش يصبح تيرقى الادوار اللي حنا تنرتقبوها باش يمكن لينا نزيدوا القدام بقطاع ديالنا. شكرا.